ضيفنا اليوم في فقرة سوشيال ميديا هو المعروف بالعم ناجي، وهو شاب جعل من منصات التواصل الاجتماعي المحطة الأولى له لدخوله عالم الفن والسينما. ايش اللي تصلحوا عندكم؟ 3-1 اشكالكم اكلك قطاع طرق. قطاع طرق؟ شو عند هذا ابو يمن؟ توكل على الله. يقلب ابو يمن ما يعرف كيف يربيك. ابراهيم، يا ريت تحدثنا كيف بدأت في عالم منصات التواصل الاجتماعي؟ في الواقع اول شيء بديت السوشيال ميديا كانت كهواية. فأغلب الاوقات كان اللي كان ماسكني في موضوع السوشيال ميديا قبل هو موضوع التصوير. فتقريبا تعلمت 4 سنين تعلمت التصوير بشكل عام، لين تعلمت واتقنت التصوير، بعدها بديت في التمثيل. وكانت هواية يعني، وكنت حابة الشغلة. وتعرف اكثر شيء او تقريبا اذا انت حاب اي شغلة ممكن توصل لها، لو من 7 مستهلات توصلها. فتعلمت التصوير، بعد التصوير بديت التمثيل. احتاج بالجنبي حظي فوق راسي شال وارفع حمتك عند من اجيالها وافتخر بموطنك دايما يا ابو الرجال ماني فاخر. ليش مصلحين ازعاجنا وليش انت لابس هكذا؟ ليش ابراهيم، هل ممكن ان يبدا الشخص في دخوله مجال التمثيل من بوابه منصات التواصل الاجتماعي؟ هو شوف، التمثيل هو الناس تعودوا عليه أيام قبل، ولين الحين إنه في التلفزيون أو في السينما، فصعب جدا إنك تطلع للسينما على طول أو إنك تطلع للتلفزيون على طول، لا يبغي لك مراحل. فاللي هو الشيء اللي في متناول الجميع إنه يقدر يوصل للتلفزيون أو للسينما أو أيا كان، هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تقدر تبدأها من بيتك حبة 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 لين تقدر تطلع وتوصل للسينما، واللي هو التمثيل اللي احنا عدنا عليه ان احنا نشوفه في التلفزيون، اللي خلانا اصلا فكرة التمثيل بدت عندنا في التلفزيون او تقريبا في اليوتيوب، او الاعمال اللي هي في التلفزيون توصل لليوتيوب. يا حبيبي، من مصلحتك انها ما تطلع. اسأل اي من يقول للخنجر اذا طلع متى يرجع. اقول سير ول سير. تميزت بشخصية العم ناجي، لماذا أحب الناس هذه الشخصية؟ وماذا تميزت هذه الشخصية على منصات التواصل؟ وكيف أتت لك هذه الفكرة؟ والله شخصية العم ناجي قصة طويلة. شوف، شخصية العم ناجي علمتني أشياء كثيرة. قبل شخصية العم ناجي كنت أسوي فيديوهات قصيرة، كان أوكي فيها مشاهدات، لكن مشاهدات ما كانت اللي أنا كنت أبغيها. بعيدا عن اللي كنت اسوي الفيديوهات وغيره وغيره وغيره، يا وقت اني انا كنت لازم او انه ضروري علي اني انا اوضح للناس شو هي الشخصيه اليمنيه. الله يعدي لنا على خير. اجي استبارين سلام الليس. يلا الرايح الحين، يعني شركه تويوتا قد طرحوا لك اشاره ان الباب مفتوح، كيف بتحرك؟ ابراهيم البنيسي، انت برزت في منصتين، منصه اليوتيوب وانستغرام، ايهما الاقوى، اليوتيوب أم الانستغرام لمؤثري التواصل الاجتماعي؟ بقول لك الفرق بينهم. اليوتيوب للعالم كله، ما في أي دولة تقريبا ما عندهم يوتيوب. اليوتيوب للعالم كله. الانستغرام في بعض الدول بتشوفها بعد، الانستغرام عندها مش شيء رئيسي أو شيء رسمي. فبالنسبة لي أنا ما أقدر، يعني الاثنين أبغى أحتاجها. جانا هاي تايجر on mission dobara zahra zahil jungle basti bagdo shola shola janta chalagdo. اختفيت ابراهيم في فتره ازمه كورونا، ما هو القادم لابراهيم من بعد هذه الفتره؟ والله اختفائي كان في ازمه كورونا، كان شوي يعني كان يعني ترتيبات امور، لكن ان شاء الله باذن الله بعد العيد عندي تصوير فيلم لعم ناجي ان شاء الله. يعني أنا والأستاذ الأخ العزيز أحمد زين، إن شاء الله بإذن الله أن ينال إعجابكم. للأمانة تعبنا عليه تعب جدا جدا قوي. يا صاحبي لا تقول عادي يجوز السلام، هذا الوباء ما رحم إنسان في